تطلع فوق وننط. ايش؟ طب كيف كنت بعيد عنها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم شباب، معكم زيد اسور بي اس بي سي. اخباركم ان شاء الله بخير. اليوم جانا لك فيديو جديد مع لعبه انفير ماريو، لعبه ماريو بطريقه بتخلي الواحد ينجن. فستارت ذا تشالنج، فاتحين للاولى. طيب يوز ذا ايرو كي تو موف ماريو راوند. طيب ايش اللي بتنط هاي؟ ايه شو هذا؟ من اولها ديت. طيب نيجي هون. لا لسه من اوليتها. طب خلاص نيجي هون. ليش؟ بس ما مشيت هيك. لا لا في ايه، ما انكسر غريب. في هون اشي. هلا بنيجي هون. لا شو هذا؟ بسرعة هيك بسرعة. ايوه هاي الفن. بس بلوت اندر. لا سيبك. ايش؟ على فكرة كان في علم. مرة ثانية. لا نسيت. طب استنى شوي. أو نجي من هنا وشوي شوي شوي شوي. يلا ماريو. إيه بضل أنسى. أيوة استنى الآن كيف ننزل العالم. يجيك العالم تشيك بوينت. طيب ما بنثق بالأولى دايما، خلينا نجي على الثانية. والله حرام. ايش؟ زلمة مين مسوي اللعبة هاد؟ بس نفسي امسكه. ايش؟ طب نيجي هون. شو شو شو؟ واو نجيت. لا بتحكي نجيت بعجوبة. نعم مرة ثانية ما بننسى. بسب خلاص. أيوة اصبر فن. 16 مرة ماتت ولسه المرحلة الأولى. طيب من هون نيجي شوي شوي بهدوء. بس تيجي وينها؟ ايوه سويت. لا نعم. شو هاي؟ مستحيل اتخطاها. يلا حاسس انه هاي راح اختمها. لا اصبر اصبر اصبر. اه والله. طب والله كنت بعيد عنها. مو عارف شكلها ما تسوي هاي. حاسس انه بهاي المرة راح اسويها. هاي المرة هي راح طيب عاد اصبر اصبر. وين وين هاي؟ ايش؟ هو اخيرا وصلت العالم. واخيرا سبيس مسلك واتش اوت. ما بدنا نثق بال ايش؟ ما بدي. بدي اروح من ورا. ما في شيء ورا. في هون بيطلع لنا هلا شيء. هو ها كيف انا اعرف بس دونت فول ان. طيب ما عندنا نوع. ايش؟ زي ما ايش هذا؟ خلينا نغني. شوي شوي يا زلمة. ايش هاد؟ بس كيف نجيب هيك؟ كيف بس فنان؟ بعدين بتوقع منيجي هون انبلوب. لا توقعات كانت خاطئة غريب. عدايا بتزبط ماريو. ايوه
نسيت ايش نسوي لما نطلع من هون. لا لا ايش هالش نيجي من هون بعدين ايش نسوي؟ اتوقع ننزل. لا لا اوه كان ماسكني ياش لازم مشان الله ايش هذا نيجي تحت وهي كان في طب ايش كيف ما طبقت فيها يب اوه كان ماسكني نسيت هلا شو طلع نيجي ايش جيت على الواحد اللي فيه دائما مرت على الخطأ نفس مرة مرت على اشي صح ماريو المغامر يجوب البحار بحثا عن الكنوز وثم يموت يا له من مغامر ماريو 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 ايش ايش يعني ما راح نصرخ لانه عيب نصرخ لازم نكون هادئين دائما بالمواقف الحرجة ما راح ازعل عادي بموت برجع بحاول يعني اذا ما بدك تحاول كيف بدك تنجح فشوي شوي بهدوء بتجيب اللي بدك اياه ما طفي هذا هذا الكلب الحقير كيف بدي اتخطاه ماريو هيا انا القابض ايوه وحده نيجي الثاني كان فيها اشي فهم نيجي على الثالثه لا زيت تشيك بوينت لازم اوصل لها بجيبها بجيب النطه كلها والله كان راح يوقعوني يلا منيح تشيك بوينت ما خلوني اكيف لسه طيب يلا ضلك نطنط وما توقف ما طلع لورا من ذس وان نصابين ايش اللعبه صارت محترمه نوت 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 نرد عليهم ان ذس وان طيب وهذيك كانت وقعنا فاني جون ان ذس وان كمان محترمين هم اللعبه ايوه اني جون اوه ختمتها نفس تفكير على فكرة هاي اللعبة شكله اللي سواها بيعرف تفكير وين بروح ايه طب كيف بدها تسواها هاي everything is what is يا حبيبي في اشياء مخفية لا اصبر اصبر لا 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 والله عرفت اخ والله تعبت بهدوء شوي شوي نطلع فوق والنط ايش طب كيف كنت بعيد عنها كيف ضربتني هاي اخر محاولة وخلص توقع هاي المحاولة الأخيرة فلازم نكون جديين ونسويها يلا يا ماريو تعاون معي نقدر نسوي أي إشي إذا تعاونت معي أيوة المحاولة الأخيرة بقت في الفشل فعشان هيك راح أحط back to menu give up give up شوف بدي أشوف من المرحلة طبعا اللي بده يجرب اللعبة الرابط بالدسكريبشن كان معكم زيد أسور بي اس بي سي انتظرونا بحلقة جديدة من أنفير ماريو ممكن لعبها مرة ثانية مع السلامة